بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، وضعه محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله وجزاه الله عنا خير، وجعل الله تأليفاته من العلم الذي ينتفع به في صحيفة حسناته. الباب 80 من الكتاب الأول، كتاب الإيمان. باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. ليه؟ لأن خد بالك المعتزلة أنكروا إيه؟ الشفاعة اللي تخرج من النار. فهمت إزاي؟ أنكروها لكن الشفاعة لبدء الحساب ما أنكروهاش. فهمت ازاي؟ اللي هو بقى لما الناس تروح لسيدنا ادم، وبعدين يروح لسيدنا ابراهيم ولسيدنا نوح، لحد ما يروح لسيدنا نوح يقول انا لها حتى يبدا الحساب. قالوا الشفاعه دي اعترف بها المسلمين جميعا، حتى المعتزل اللي انكروا ايه؟ المعتزل انكروا الشفاعه اللي هي ايه؟ تخرج من النار بعد الدخول فيها. كان المعتزله يشبهوا الخوارج، واخد بالك ازاي؟ في قولهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، يشبهوا الخوارج في الحتة دي، يشبهوا شوية البهايم اللي أنا بقولك عليهم كل يوم. فهمت إزاي؟ لأن عندهم إيه البهايم دول؟ واخد بالك إزاي؟ عندهم إن كل حرام كبيرة، وكل كبيرة شرك، وكل شرك يودي في النار كده على طول كده. لا، إحنا عندنا الإيه؟ المحرمات في كبائر وفي صغائر. فهمت إزاي؟ مش كله كبائر. وبعدين المحرمات غير المحرمات في أبواب العمل، غير المحرمات في أبواب الاعتقاد. فهم خلطوا. فهمت إزاي؟ خلط ليه؟ لأنه بهايم. فهنا بقى إيه إثبات الشفاعة؟ كأنه عايز يرد لك على مين؟ على اللي بينكروا الشفاعة. حتى أنكرها مصطفى محمود في فترة، فاكرين أنتوا الله يرحمه، أنكر الشفاعة. يقول لك هيبقى في كوسة كمان في الجنة، يعني في الآخرة يعني، وهتبقى في معارف يعني وبتاع. يا سيدي، ده إلا بإذنه. ده لما ربنا بيأذن بأن يعفو عن فلان ده ويطلعه من النار علشان كان عاصي لكنه موحد، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يسبب الأسباب، يبين كرامة المؤمن فيخلي المؤمن يشفع فيه. لكن هو ربنا أذن خلاص، هو ربنا حيطلعه، بس خليه يطلعه على إيد مين؟ الكمل من عباده. فيطلعوا على ايد الانبياء، يطلعوا على ايد اهل القرآن، يطلعوا على ايد الصالحين والاولياء عشان يبين كرامة هؤلاء لدول. لكن هو الامر كله باذن الله. يا سيدي، مفيش كسة ولا حاجة، هم مش هيعملوا حاجة مخالفة لمراد الله. فهمت؟ يعني شفاعة النبي هي مراد الله اصلا، ان هيطلع دول، بس خليهم على ايد حبيبي. فهمت بقى ازاي؟ لكن مش مسألة ان هم النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته هتغير مراد الله في العباد، لا، ده هي بتظهر مراد الله. فهمت ازاي؟ لكن لما فهموا ان الشفاعة هتغير مراد الله، قال لك لا، ما فيش شفاعة. يا ابن اللي انت بتنكرها دي، احنا ننكرها برضو. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع مع تغيير مراد الله، بل يشفع لإظهار مراد الله. فهمت بقى ازاي؟ فدي نقط مهمة، يعني تحديد موضع الخلاف الذهني ده مهم. تعال، انت ليه بتنكر الشفاعه يا استاذ؟ اقول لك اصل كده بيتدخل في مراد الله. نقول له لا يا سيدي، ده هنا مش ده مراد الله ان هو يعفو عن دول، بس اظهر عفوه على شفاعه فلان لبيان كرامته في الموقف بس. يقول لك اه عندك حق، تمشي. اول ما يفهم تمشي. عشان كده لما قعدوا مع مصطفى محمود علماء الازهر وكلموه وردوا عليه وقعدوا بهدوء كده، قالوا له لا كوسه ولا حاجه، ده مش مناقضه لمراد الله يا سيدي، ده دي إظهارا لمراد الله بس. قال لهم خلاص سمعنا وأطعنا. فهمت؟ ما كانش قصدي كده يعني. يبقى عن النبي، عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة
وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك من أحد رجال السند، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، يعني جميلة كده، صفراء لينة جايين ملتوية، يعني برضو هم حينبتوا نبات جميل، واخد بالك ازاي؟ حسن، لأنه حيبقوا من أهل الجنة. فالتشبيه هنا مش حيبقوا ملويين كده داخلين الجنة ملويين، لا، صفراء ملتوية يعني صفراء جميلة لينة، هيبقوا برضو هم لين البدن بعد ما امتحشوا. فهو التشبيه في اللين والجمال وليس التشبيه في الالتواء. افهم يا اللي بتفهم، عشان يمتنع دخول البهايم في باب الفهم. فهمت ازاي؟ اخرجه البخاري كتاب الايمان، باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال. باب اخر اهل النار خروجا، احنا اتكلمنا عليه امبارح، اخر اهل النار خروجا هو اخر واحد يدخل الجنه. فهمت بقى ازاي؟ فهيكمل لك عليه، اصل ده ليه حكايات مع ربه. ما ده راجل ايه؟ موحد بس مش عارف بالله. فهمت ازاي؟ يعني علمه بالله ضعيف قوي. يوم ربنا سبحانه وتعالى خلاه في النار كده مده طويله لحد ما يتنقى خالص، وبعدين بيطلعه بقى عايز يعلمه فضل الله وسعة فضله عليه وكرمه الكبير. فبيعلمه عشان ما يدخلش الجنه الا وهو عارف فضل الله. لكن لو دخل على طول من غير ما يعلمه ما ينفعش، مش هيصلح انه ايه يعيش مع اهل الجنه. اهل الجنه دول العارفين بالله الكبار. فهمت ازاي؟ لكن ده جاهل، وجهله يجعله ايه؟ يقعد يكلم ربنا بالتقسيط. طب يا رب ادي بس وشي كده بدل ما يبقى وشي للنار، خلي وشي كده بس للجنه. طب ما تقول مره واحده على طول دخلني الجنه يا ابني، ربنا فضله واسع. هيقول لك تعال خش، لكن انت اللي ضيقت على نفسك. فهمت بقى ازاي؟ فيقول خلاص وشك للجنه، بس ما تسألنيش حاجة تانية، ده آخر سؤال. فهمت؟ يوم إيه بعد ما يشوف الجنة صبره ينفد. طب قرب لي شوية بس. طب ما تقول من الأول يا ابني دخلني، أنت هتفضل لأنه ما هو ده أصله البليد، أبلد واحد في الموحدين. فهمت إزاي؟ أبهم واحد. فهمت إزاي؟ فهو ده بقى اللي هيخرج متأخر قوي. وهيدخل حتى لما يدخل كمان لسه في حتة إيه برضه جهلة. ربنا يقول له تمنى، يتمنى، يقول له لك عشرة أمثالي، يقول أتسخر بي وأنت الملك؟ ده بقى كلام يتقال ده، واخد بالك؟ ده كلام تقوله ده، يقوم ربنا برضو يعفو عنه. معلش بقى، ليس علي حرج، جاهل، يلا خش، خش بفضلي. فهمت ازاي؟ لدرجة إن النبي يضحك حتى تبدو نواجذه، بيضحك من إيه؟ من شدة جهل هذا الرجل مع سعة فضل الله عليه. واخد بالك؟ التناقض العجيب ده خلى النبي يضحك. واخد بالك ازاي؟ فالمهم هنشوف النهارده هيعمل ايه الراجل ده زي ما شفنا عمل امبارح. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لاعلم اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخولا. رجل يخرج من النار كبوا فيقول الله اذهب فادخل الجنه، فياتيها فيخيل الي انها ملأة، فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة، ما فيش مكان، زحمة، فيقول اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخلو إلي أنها ملأة، فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة، فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا في الساعة يعني، فيقول تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. عارف أنت لما يبقى فصل، في فصل كده في طلبة وإيه، وفي أشطر واحد أو العشرة الأوائل والطلبة العاديين، وبعدين أبلد واحد في الفصل، هو ده بقى أبلد واحد في أهل الجنة. فهمت إزاي؟ ليه إيه؟ ليه مثل عشرة أمثال الدنيا، واخد بالك؟ فده اقل واحد يعني، فعشان تعرف الجنه دي فيها فضل قد ايه. سيدي مكتوب عندي حبوة، هي عندي هنا كبوا، هي صح اصححها كبوا؟ لا ما تصححش، اكتب كده فوقيها كبوا بس.
لحد ما نراجع الطبعة بتاع البخاري نفسه، لأن هي حبوا في إيه؟ في صحيح مسلم، وكبوا في البخاري، وهو قال أنا هلتزم بلفظ البخاري. فهمتني إزاي؟ لكن الاثنين وردوا، الاثنين وردوا. كبوا يعني إيه؟ يعني كل ما يمشي الكفي على وشه، كل ما يمشي الكفي على وشه، يبقى كبوا يعني إيه؟ ينكفي على وجهه. فهمت؟ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق الباب 51، باب صفة الجنة والنار. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم. المسلمين مش هم هيمشوا في المجموعات دي اللي هيروحوا حيرانين، لا، أمة النبي واقفة عند الحوض مع النبي، والتانيين قاعدين بيلفوا. ودي الحقيقة، أمة النبي عارفة هتسيب نبيها، ما هم عارفة ان الشفاعة عنده، فعشان كده أمة النبي هتفضل قاعدة عند الحوض تشرب وتنبسط ومع النبي وقاعدين، والأمم التانية حيرانة قاعدة تلف بقى، يروحوا لأبونا آدم ويروحوا لسيدنا نوح ولسيدنا إبراهيم، فين لما يخلصوا اللفة يقولنا احنا، واحنا عند النبي. فهمت؟ فيقول أنا لها أنا لها. فهمت بقى إزاي؟ فيبقى هنا إيه؟ يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون، يبقى الناس هنا كل الأمم ما عدا أمة النبي، لأن أمة النبي عرفت خلاص، ما احنا ما نبعث يوم القيامة مش عارفين النبي اللي هيشفع، هو اللي هيحل الإشكال، طب هنروح لأبونا آدم ليه؟ فهمت بقى إزاي؟ فاحنا مش هنروح، احنا اللي مع النبي في الأمان خلاص. فتاخد بالك، لأن لم ينوه على هذا كثير من المفسرين، فدي التنويهات اليسرية على بعض الأحاديث النبوية، فتاخد بالك منها. لحسن تبعث انت يوم القيامة تقعد تلف معاهم، لا انت ما تلفش معاهم يا ابني، خليك معانا في الحوض مع عند النبي. فهمت بقى؟ اوعى تلف معاهم. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا، فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته اللي يأكله من الشجرة، يعني تواضعا، لكن هو عارف إن هو ليس له هذا المقام، ويقول: إيتوا نوحا أول رسول بعثه الله. فيأتونه فيقولون، لأن اللي قبل سيدنا نوح كانوا إيه؟ كانوا أنبياء مش رسل، كانوا أنبياء مش رسل. إيتوا نوحا أول رسول بعثه الله، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته. خطيئته اللي هو إيه؟ إنه دعا على قومه وكان لا دعوة مجابة فاستهلكها في الدنيا خلاص. هو لما ربنا أوحى إليه أن لن يؤمن، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بالقوم الكافرين، مش كده برضه؟ فقام دعا عليهم، قال: ربي لا تزرع على الأرض من كافرين نضير. يبقى ما دعاش عليهم إلا بعد ما ربنا أوحى إليه أنه محدش هيؤمن تاني. فهمت بقى إزاي؟ فاستهلك دعوته المستجابة اللي هي المستجابة في الحال يعني. فهمت؟ فقال لهم: خلاص أنا استهلكت دعوتي، روحوا بقى لغيري. ويقول: إيتوا نوحا أول رسول بعثه الله، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته. إيتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته. هنذكرها بقى في الحديث اللي جاي، تقول لي ثلاث كذبات. إيتوا موسى الذي كلمه الله، موسى الذي كلمه الله، فيأتونه فيقول: لست هناكم، يعني لست بهذه المرتبة يعني، فيذكر خطيئته إنه قتل نفس خطأ يعني. إيتوا عيسى فيأتونه فيقول: لست هناكم. إيتوا محمدا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأستأذن على ربي. يستأذن على ربي يعني يذهب إلى المكان المخصص له لسيدنا محمد بس، دون سائر الخلق يسجد فيه، حدش هيسجد فيه ولا الملك، ده مكان كده ربنا خلقه
يسجد ليسجد فيه الحبيب المصطفى في هذه الوقت، فيأتي هنا في الحتة دي يستأذن ربه ويسجد. كويس. فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت ساجدا. إذا تجلى الله عليه بالإيه؟ بالموافقة على السجود، أنا وقت السجود يقع على ساجدا. فيدعوني ما شاء الله، ثم يقال ارفع رأسك سل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا. يعني أما يشفع بقى في الناس اللي دخلوا النار يحد له حد، الحد هنا بس يا حبيبي، يشفع في دول بس، يشفع يطلعها. بعد كده يرجع لربه يقول له يا رب يعني أمتي أمتي لسه في بقيتهم جوه، يقوم يحد له حد تاني يقول له خش طلع دول فوق ورا فوق. كل على قدر إيه؟ إيمانه. اللي إيمانه أكتر من غيره يطلع أسرع من غيره، واللي إيمانه أقل من غيره يطلع إيه؟ أبطأ من غيره، وهكذا. يبقى كل الأمر جاي بإذن الله وإرادة الله. يعني النبي ما هو إلا مظهر مراد الله، فهمت؟ ثم أشفع فيحد لي حدا، ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة، حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، اللي هو إيه؟ اللي هو مات على الشرك ده، اللي لأن إن الله لا يغفر أن يشرك به، أدي اللي حبسه القرآن. أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، يعني اختلطوا بعضهم في بعض إيه؟ وتداخلوا من شدة الاضطراب، فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى. ما ذكرش هنا نوح، اختصار من الراوي أو وهم من الراوي سقط منه في الحكاية، فهم؟ ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله، يعني الروح التي خلقها الله بغير ابن، أدي معناها روح الله نسبة تشريفية، وكلمته أي كن فيكون. فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأقول أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى. يسمع لك يعني يستجاب لك، يبقى يسمع هنا بمعنى يستجاب، وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق، فأخرج من كان في قلبه، انطلق فأخرج، فأخرج من كان في قلبي مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبي مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبي أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل، ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، يعني محمد رسول الله، يبقى ليس اكتفاء ولكن اختصارا في اللفظ، إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. يبقى دم إظهار لإرادة الله
فهمت ازاي؟ ده النبي ما هو الا مظهر لإرادة الله وليس مضاد لإرادة الله، لا ده هو مظهر لإرادة الله. أخرجه البخاري في كتاب التوحيد الكتاب 97 الباب 36 باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، يعني بأطراف الأسنان كده، لكن لو خد بدرسه نهش يبقى ده نهش كده نهس، فهمت؟ مقدم الأسنان اسمه نهس، طب بالأضراس نهش، أدي الفرق بينهم. وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لأن ما فيش بقى جبال يستخب وراها لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فما فيش حد حيبقى مستخبي لا ورا شجرة ولا ورا جبل ولا ورا ايه مبنى، لا ده هي الأرض كلها هتبقى زي الخبزة كده، فهمت؟ زي مسطحة كده. فعلشان كده بيقولك وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، دي على الكفار مش على المؤمنين يا وهابية. يقولك الحديث ده وعايز يقول أمة النبي الشمس فوق دماغه وتلجمها على العرق، يا عم دول في الكفار يا عم يا وهابي، فهمت ازاي؟ ده الكلام ده للكفار يا أستاذ، لكن الأستاذ مش عايز يفهم نعمل له ايه. وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فالظاهر اللي حيلفوا دول هم الكفار الجهلة، هم دول اللي حيلفوا، يروح لأبونا آدم يروح مش كفار وجهلة متعلموش، فهمت بقى ازاي؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض اتفاقا وليس إيه وليس يعني أصالة، إنما أهل الرسل لأهل الأرض جميعا أصالة النبي بس، ليه اتفاقا؟ لأن غرقوا كلهم في الطوفان فما بقاش إلا المجموعة اللي معاه، فبقى هو رسول أهل الأرض اللي عاشوا، فهمت إزاي؟ فهو رسول أهل الأرض اتفاقا حيث أنه اتفق أنه عاش بعد الطوفان معه مجموعة، ولكن الأصالة لأهل الأرض ده سيدنا محمد، فهمت إزاي؟ فناخد بالنا من الحتة دي. إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، تكتب كده اتفاقا وليس أصالة، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت 3 كذبات، اللي هي على سبيل التعريض، يعني لما قال إيه؟ قال فعله كبيرهم هذا، واخد بالك إزاي؟ وهو ده من سبب التعريض، لأنه قال لهم فعله كبيرهم هذا وأشار إلى الصنم بإصبعه ده
واسبوع ده هو اللي ماسك بيه القدوم اللي كسر. فهو هذا اللي هو ايه اشار على يده وبيده في نفس الوقت اشار بها الى الصنم، فظنوا انه يقصد الصنم. فهمت بقى ازاي؟ وهو ما كذبش، ده هو بيقول فعلوا كبيرهم هذا، يعني الصباع الكبير ده جه مسك القدوم كده وكسر الاصنام. فهمت بقى ازاي؟ فهم فكروا هذا اللي هو الصنم الكبير. فهمت؟ هي إيه من باب التعريض وليس ايه من باب الكذب. ولما برضو قال ايه اني سقيم، لما ايه لما كانوا رايحين يحتفلوا بالعيد بقى وقالوا له تعالى معانا، قال لهم اني سقيم، يعني ايه؟ يعني مريض من سوء اعتقادكم، وليس سقيم بدنا. هم افتكروا سقيم بدنا فعيان، فسابوه بقى مريض وخرجوا هم يحتفلوا. فلما خرجوا يحتفلوا وسابوا الاصنام، دخل على الاصنام كسرها. فهمت ازاي؟ يبقى قوله اني سقيم دي تاني حاجه، الاولانيه فعلوا كبيرهم، وبعدين اني سقيم، والثالثه لما ايه حاكم مصر اراد ان يستاثر بساره لما دخل مصر وعرف ان ساره امراه جميله وهو كان يحب النساء الجميلات، فايه طلبها من ابراهيم. فسيدنا ابراهيم قال لها اذا سالك عني فقولي اختي، لان لو قالت زوجي يقتلني، لكن ما يقول اختي خلاص ممكن يتجوزها منه، يطلبها منه، ليه سبيل ليه. فهمت ازاي؟ وهو يقصد اختي في الديانه. فهمت؟ وبعدين دعا الله الا يقربها الرجل، فلما راحت هناك كل ما يمد يده تتشل، كل ما يمد يده تتشل. قال انتوا جبتوا لي ساحره تسحرني؟ لا روح امشي مش عايز منك حاجه. وراح ايه اهداها هديه هاجر. فهمت ازاي؟ يبقى ثلاث حاجات، اني سقيم فعلوا كبيرهم هذا اختي لزوجي، ادي الثلاث ايه كذبات من باب التعريض. نفسي 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 اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى موسى، فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا. نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء. طب وسيدنا آدم مش عارف إن اللي هيقوم بالمهمة سيدنا محمد؟ وسيدنا نوح مش عارف إن اللي هيقوم بالمهمة سيدنا محمد؟ وإحنا عارفين؟ هنبقى إحنا عرفنا أكتر من معرفة الأنبياء أولي العزم؟ أمال إيه الحكاية؟ أبونا آدم أراد أن يبين كرامة ابنه سيدنا محمد، فدلهم على جميع الأنبياء وإن كل نبي يدلهم على اللي بعده عشان يعرفوا إن هم ليس لهذا الموقف إلا محمد بس. لكن لو قال أبونا آدم قال لهم روحوا لمحمد وتم الموقف، يقول ما إحنا لو رحنا لنوح كتمت، لو رحنا لإبراهيم كتمت، يظنون ذلك. فالأنبياء أرادوا إن هم إيه؟ يمرمطوهم أولا من باب التأديب، إنه ما يدلوش على الحكاية من أولها كده، تأديبا لهم وإطالة عليهم. فهمت ازاي؟ عشان هم كانوا كفار مجرمين، فقاموا ايه ابتدوا يحيروهم ويظهروا كرامة هذا النبي المعظم. لكن الانبياء عارفين يا سيدي من اولها، ابونا ادم عارف ان اللي هيقوم بيها ابنه محمد. فهمت ازاي؟ وسيدنا ابراهيم عارف اللي هيقوم بيها سيدنا محمد، وكلهم عارفين، لكن تأديبا لهم. فهمت بقى ازاي؟ وتدريجا لهم ولبيان انه استأثر بها دون غيره صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه على أحد قبلي،
ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير في الإيه في اليمن يعني، أو كما بين مكة وبصرى في الأردن. أخرجه البخاري في كتاب التفسير كتاب 65 الباب 17 سورة الإسراء، وكذلك الباب 5 باب ذرية من حملنا مع نوح. باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته. يبقى في شفاعة عظمى للنبي تنفع كل الموقف، في شفاعة تانية للنبي يختبئها خاصة لأمته بقى. النبي ليه 5 شفاعات يوم القيامة، 5 شفاعات. الشفاعة العظمى ليبدأ الحساب فيستفيد بها المؤمن والكافر، كويس؟ دي أول واحدة، ودي لم ينكرها المعتزلة، فهمت؟ حتى اللي أنكروا الشفاعة ما أنكروش دي، واضح؟ وبعدين شفاعة لإدخال ناس من أمته بغير حساب، دي التانية، يدخل مجموعة من أمته بغير حساب ولا 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 عتاب ولا مناقشات، ياخدهم كده خدش الجنة، فاخد بالك؟ من غير حساب خالص. دي اول تاني واحد. تالت واحدة انه ناس حسبت ووجبت لها النار، فيقوم ايه يخرجهم يدخلهم الجنة من غير ما يدخلوا النار، فهمت ازاي؟ بعد ما حسبوا ووجبت لهم النار. وناس تانيين يحاسبوا فيشفع فيهم فيجعل الحساب يسير، مجرد عرض بس، مجرد عرض بس بدون مناقشات ولا عتاب. وبعدين الشفاعة 5 والأخيرة إخراج من دخل النار إلى الجنة من أمته. يبقى دول 5 شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال لكن باقي اللي بيشفعوا يوم القيامة ليهم الشفاعة الأخيرة بس، الملائكة أهل القرآن مش عارف كل دول شفاعة واحدة بس، فهمت بقى ازاي؟ انما ايه؟ انما النبي دي 5 شفاعات صلى الله عليه وسلم. باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته. حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة، فأريد ان شاء الله ان اختبي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يعني دعوة مستجابة في الحال، لكن نبي كل دعوته مستجابة، لكن قد لا تكون في الحال، قد تكون في المآل، لكن النبي له دعوة مستجابة في الحال، فادخرها دي بقى ايه ليوم القيامة. أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نبي سأل سؤالا أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيبت، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب لكل نبي دعوة مستجابة. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقع ذكري الغافلون.